برحب بيكم مرة تانية مشاهدينا، وفقرتنا التانية بنتكلم فيها عن حساسية الصدر. للأسف حساسية الصدر من الأمراض اللي بتزيد مع دخول الشتاء. هنتكلم عن أنواع حساسية الصدر وإيه هي طرق الوقاية والعلاج. ده هنعرفه من الدكتور اللي شرفنا في الاستوديو، دكتور محمد وفائي، أستاذ مساعد الصدر والحساسية كلية طب عين شمس. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، شرفتنا. هو بس تصليح بسيط، أنا كلية طب القصر العيني يا فندم. كلية طب القصر العيني. هي فعلا دكتور حساسية الصدر من الأمراض اللي هي بتزيد مع دخول أو تغير الفصول زي الخريف والشتاء. خلينا نتكلم في البداية، إيه هي حساسية الصدر؟ تمام. هو حكي فنة من حساسية الصدر، هي دي جزء من الحساسية العامة. خلينا حيك نتكلم يعني إيه حساسية. الحساسية يعني حيك نشاط في الجهاز المناعي، بحيث حكي فنة من الجهاز المناعي بيتعامل مع الأجسام المضادة بصورة مبالغ فيها، بينتج عنها التهاب مزمن. طبعا الالتهاب المزمن ده يا فندم ممكن يبقى موجود في الصدر، ممكن يبقى موجود في الانف، ممكن يبقى موجود في الجلد، ممكن يبقى موجود في العين. انما حقيقة طبعا هو اشهر مكان او من اشهر الاماكن هو الحساسية الصدر اللي احنا بنسميها الربو الشعبي. في انواع من حساسية الصدر يا دكتور، يعني حضرتك ذكرت اللي هو الحساسية المزمنة، في انواع اخرى من حساسية الصدر؟ لا، هو حقيقة الحساسية كلها حقيقة عامة مزمنة، بس حقيقة اللي بيحصل ان احيانا في عيانين كتيرة قوي في فترات بيفضل فيها المرض كامل، بحيث حقيقة ان العيان ما يحسش بالاعراض. انما ده حقيقة مش معناها ان هو ما عندوش الحساسية، دي غالبا بتبقى موجودة في الانواع البسيطة قوي، او يعني حقيقة الدرجات القليلة. عامة يا فندم هي حقيقة الحساسية كلها نوع واحد. يعني طبعا حيك كانوا زمان حيك ممكن يقسموها لبعض المرضى اللي هم عندهم قابلية ان يجي لهم حساسية في جميع مناطق الجسم، بتبقى دايما حيك متصاحبة مع حساسية الأنف أو حساسية الجلد أو حساسية العين. والحساسية حيك اللي هي ممكن تيجي لوحدها بس حياتك في الايه، في الصدر. بعد كده حيك كان في تقسيمة تانية حبوا ان هم حيك يقسموها على حسب طبعا حساسية موجودة في الأطفال أو حياتك موجودة في الكبار، أو حيك حساسية بيبقى أعراضها الوحيدة هي مثلا الكحة المزمنة. إنما حيك عامة هي كلمة حساسية الصدر والربو الشعبي دي المظلة اللي تحتها كل الأنواع دي. وحساسية الصدر أو الربو الشعبي يا دكتور بتبقى أعراضها إيه؟ والله حيك يا فندم هي طبعا غالبا في معظم الأحيان بتبدأ في الصغر عند الأطفال، وحيك دي طبعا النسبة الكبيرة اللي بتعاني من المرض. الطفل حياتك بيجي حيك طبعا بيشتكي، أو حتى الكبير. يعني خلينا الاول نتكلم على الاعراض في الاطفال، لان دي حاجه مهمه قوي. هي المنتشره اكتر. بالظبط، هي الحقيقه المنتشره اكتر، وهي للاسف اللي التشخيص فيها اقل بكتير. بمعنى حيك ان احنا بنشوف اطفال كتيره قوي والدته تيجي تقول احنا بقالنا سنتين ثلاثه بنروح لدكتور الاطفال، ودكتور الاطفال بيقول ان المناعه بتاعته ضعيفه وان دي نزلات برد متكرره. وطبعا حيك الموضوع بيبقى غير كده خالص، بيبقى الطفل ده عنده حساسيه في الصدر. في الاطفال حيك الاول طبعا حيك الام بتحس ان الطفل نفسه مش مستريح، تمام، تحس حيك ان هو ممكن تسمع حاجه زي الصفاره او التزييق في صدره. الكحه، حضرتك الكحه مستمره، المناخير دايما حيك تسيب. وغالبا الاعراض دي حيك بيبقى ليها علاقه اكتر بالمواسم، زي ما حيك قلتي بتزيد في داخل الشتاء والخريف، وبرده حيك في داخل الربيع عشان خاطر حبوب اللقاح. وبرده حيك في الاوقات دي بتزيد اكتر بالليل عن الصبح. الحاجه الثانيه برده اللي قلت لحيك ان الام تيجي تقول ان هو بيجي له ادوار متكرره من البرد والانفلونزا. بس فعلا يا دكتور يعني بعض الاحيان التشخيص بيخطئ، لانه ممكن بيحصل ما بين هل هي فعلا حساسيه صدر ولا نزلات برد، ويحصل العكس زي ما حضرتك قلت ان هو ممكن الطفل يبقى عنده حساسيه وتشخص على انها برد او نزلات برد. لا، هو ممكن تحصل العكس، ان هو نزلات برد وتشخص لا حساسيه. بس هو حيك طبعا يعني حياتك عند اي حياتك استشاري او عند اي دكتور متمرس بيقدر حياتك ببعض الاسئله يعرف. بمعنى حيك ان احنا اول حاجه حيك بنبتدي نسال على التاريخ الاسري، يعني هل حيك حد في العيله بيشتكي من نفس الاعراض، عنده حساسيه في صدره او في انفه او في جلده. دي اول حاجه حيك. تاني حاجه حيك الهيستوري، يعني حياتك بنبتدي نسال حيك على تاريخ المرض، المرض ده بيجي امتى، ازاي، طريقه الاعراض. هل حضرتك ليه علاقه بالمواسم زي ما قلنا، ليه علاقه الصبح بالليل، خلاص اوكي. يعني حيك برضو بنقول دايما السيزونال والدايورنال فاريشن، يعني حيك طبعا التغير اللي بيحصل في السيزون والتغير اللي بيحصل اثناء اليوم. الحاجه الثانيه برضو حيك، وده جزء كبير قوي من الاطفال، اللي هو حيك الحساسيه اللي ليها علاقه بالاكتيفيتي، يعني حيك بنسميها احنا اكسرسايز انديوست، بحيث حيك ان الطفل يبقى كويس يبتدي حياتك يجري او يلعب مع اصحابه، والدته تلاحظ حيك ان هو بعد ما يجري بفتره قصيره يبتدي يكح جامد وينهك، بعد كده حيك يتحسن وهكذا. دي برضو حياتك دي برضو من علامات الحساسيه. بالظبط، من الاعراض اللي ممكن تحصل. الاستجابه للادويه،
بمعنى حياتك ان انا حياتك برضو الطفل ده لما بيجي لي، انا حياتك لو افترضنا حتى ان هو جاي لي اول مره، انا بدي له انواع معينه بالادويه وبشوف حياتك استجابته هتبقى عامله ازاي، ونتيجه استجابته والمتابعه بقدر حياتك احدد اذا كان حياتك دي حساسيه ولا لا. في طبعا عند الاطفال الحقيقه مفيش اختبارات قوي نقدر نعملها، لان حتى حياتك اختبارات الجلد في بلد تلوث فيها جامد زي مصر ما بتحضرتك ما بتفيدش قوي. انما حيك زي ما بقول لحيك هو تشخيص اكلينيكي بيبقى مبني على التاريخ بتاع المرض مع الكشف على الطفل بصوره سليمه. ده حيك بخصوص الاطفال. فيما يخص الكبار طبعا حيك زي ما قلت غالبا المرض بيبقى بادئ من الصغر، فبيبقى فيه لونج هيستوري يعني بيبقى فيه تاريخ طويل للمرض. الكبير حيك بيجي يشتكي من نوبات ضيق نفس، كحه، احيانا حيك بيبقى معاه شويه بلاغم او افرازات زياده حضرتك في النشاط برضو حيك بتاع كل الاغشيه المبطنه للشعب الهوائيه وبما فيها الانف. برضو حياتك الحقيقه من الاعراض اللي احنا بنحب دايما نسال عليها موضوع حيك الانف، لان حياتك الحقيقه احيانا الاصابات بحساسيه الانف هي حيك اللي قد بعد كده تؤدي الى تعب ومشاكل مزمنه في حساسيه الصدر. لما بتعالجش كويس جميع الافرازات اللي موجوده في الانف والجيوب الانفيه بتنزل حيك على الصدر بالذات والمريض نايم، وبعد كده حيك العين يبتدي يشتكي من حساسيه او من ادوار مزمنه في الصدر. بالنسبه للاطفال اللي عندهم حساسيه الصدر دكتور بيبقى معرضين اكتر للاصابه بصفه مستمره بنزلات البرد او الانفلونزا؟ هو طبعا جسمهم عنده استعداد وبالتالي لا حيك هو حيك اللي بيحصل ان حياتك الاطفال دول لما بيجي لهم نزلات البدر العاديه اللي بتيجي للناس العاديه بتبقى حياتك المرض مبالغ فيه قوي، لان حيك بتبقى اعراضه اقوى لان حيك الطفل ده صدره بيبقى حساس جدا طبعا، وبالتالي حيك لما بيجي له النزلات العاديه بيبقى مصاحب معاها ضيق جامد قوي في الشعب الهوائيه، والموضوع حيك بيطول وبيبقى حياتك محتاج ادويه بطريقه معينه ومتابعه بطريقه معينه عشان الطفل يقدر يطلع من الدور دوت. احنا كوقايه دكتور لو الام عارفه ان هو طفلها عنده حساسيه الصدر، وطبعا مع دخول المدارس او دخول الحضانه ده بيبقى العدوى منتشره طبعا ما بين الاطفال، كوقايه عشان طبعا زي ما قلنا ان هو الطفل اللي عنده حساسيه الصدر بيبقى الاعراض عنده اقوى من اي طفل هو نعمل ايه؟ هو طبعا يا فندم يعني زي ما قلنا حيك الحساسيه سببها الاساسي بتبقى عوامل وراثيه في الجهاز المناعي مع عوامل بيئيه، الاثنين حيك يا فندم لما بيختلطوا مع بعض بينتج عنهم ايه الحساسيه اللي احنا بنشوفها. طبعا حيك العوامل الوراثيه دي مش هنقدر نعمل فيها حاجه، انما حيك احنا اللي ممكن نتحكم فيه هي حيك العوامل البيئيه. وطبعا حيك طبعا يا فندم اشهرها طبعا التلوث طبعا. زي ما حضرتك شايفه احنا طبعا التلوث عمال يزيد جامد قوي، دي حاجه حضرتك مهمه قوي. الحاجه الثانيه برضو حضرتك التدخين، وجدوا حضرتك ان في حضرتك صله مباشره بين التدخين، مش التدخين كمان الدايركت، التدخين الباسيف يعني حضرتك الناس المدخنين السلبيين السلبي. بمعنى حضرتك ان لو في حضرتك او اب او ام او اخوات كبار بيدخنوا حضرتك، او حد حضرتك بيشتغل في او المدرس مثلا بيدخن احيانا، ده برضو حضرتك ممكن ياثر على الاطفال، فدي برضو حضرتك مهمه قوي. الحاجه الثانيه حضرتك الحيوانات بجميع انواعها، واجهوا حضرتك يا فندم ان بالذات الكلاب والقطط اللي بتزود الحساسيه بالظبط، بيبقى في حضرتك بيبقى حامل للمهيجات الصدر والحاجات حضرتك اللي هي بتزود الحساسيه، انواع حضرتك معينه من الاصواف ومن المكت تمام. عشان كده حضرتك دايما بنقول مهم قوي ان الطفل اللي عنده حساسيه والدته تاخد بالها ان الاوضه اللي بينام فيها تبعد عنه جميع الالياف، تبقى الاوضه بتتهوى كويس، وهو كمان ما يلبسش صوف لان خاصه في الشتاء كل انواع معينه طبعا حضرتك في حضرتك انواع معينه، بس دي مش اهم حاجه، هو اهم حاجه حضرتك المكت، وجدوا حضرتك ان المكت والسرير اللي بينام عليه الطفل لازم حضرتك يبقى بيتهوى بصوره حضرتك منتظمه، ويبقى حضرتك في نفس الوقت بيتعرض لاشعه الشمس. في اي اكلات يا دكتور او مشروبات ممكن تزود الحساسيه عند خاصه حساسيه الصدر؟ هو دي الحقيقه حضرتك دي حاجه شائعه دايما عند الناس ان حضرتك الام او المريض يجي يقول لك طب انا ما اقدرش اكل فراوله، ما اقدرش اكل موز. طبعا حضرتك الموضوع ده حضرتك ملوش علاقه، هو طبعا حضرتك في حاجه اسمها فود الرجي، بس دي حضرتك بتبقى نسبه قليله جدا جدا جدا، واحنا اللي بننصح بيه المريض ان هو ياخد باله. بمعنى ايه حضرتك؟ ان انا حضرتك لو افترضنا ان انا عندي حساسيه من الفراوله ودي طبعا حضرتك نسبه قليله قوي، لو جيت انت حضرتك اكلت فراوله وحسيت بعد الفراوله ان فعلا النوبات بتاعت الحساسيه جات لك في صوره ضيق نفس، كحه مبالغ فيها، يبقى حضرتك تبعد عن الموضوع ده. انما حضرتك غير كده احنا حضرتك ما بنمنعش، ما بنلجاش حضرتك ان احنا نمنع اي حاجه خالص الا حضرتك لما يعني يثبت 100% ان هي دي حضرتك في علاقه مباشره بالظبط. بالنسبه لعلاج الحساسيه يا دكتور ايه هي طرق العلاج المختلفه للحساسيه؟ والله حيك هو حيك زي ما قلنا يعني العلاج بينقسم الى شقين، شق حيك اللي هو الميديكال
والشق اللي هو الجزء العلاجي بالدواء، والجزء الثاني حيك اللي هو الجزء الارشادي والتعليمي. وده حيك مهم قوي الحقيقه، ودواء يمكن يعني بيمثل جزء كبير قوي من العلاج عشان يساعد المريض ويساعد المنظومه الصحيه كلها. فاول حاجه حيك الجزء الثقافي، ان احنا حيك محتاجين ان احنا اول حاجه حيك نثقف الاسر اللي اطفالهم عندهم حساسيه والمرضى اللي عندهم حساسيه على طبيعه المرض، وازاي حضرتك يتعامل مع المرض، امتى حضرتك محتاج ان هو يلجا للطبيب، امتى محتاج ان هو يلجا للمستشفى او يلجا للعنايه المركزه. زي ما قلت لحضرتك محتاجين ان احنا برضه حضرتك نعلم المريض ازاي يبعد عن الحاجات اللي ممكن تتعب له صدره، زي ما قلت لحضرتك في حيوانات في البيت، نبعد عن التدخين، فدي حضرتك جزئيه مهمه قوي. برضه حضرتك جزء من التعليم ان احنا نعلمه ازاي يستعمل الدواء اللي هقوله لحضرتك بعد كده، فدي برضه حضرتك مهمه، دي حاجه مهمه جدا بالظبط، دي حضرتك حاجه ركيزه اساسيه. ده حضرتك فيما يخص الجزء اللي غير دوائي. الجزء بقى حضرتك الدوائي طبعا حضرتك هو حضرتك بيبقى فيه الادويه الاساسيه، وهي حضرتك اول حاجه مضادات للالتهاب، وحضرتك اشهر واهم مضاد للالتهاب هو حضرتك للاسف او مش للاسف هو الكورتيزون. طبعا حضرتك احنا زي ما احنا عارفين احنا عايشين في مجتمع في يعني فوبيا من الكورتيزون، الناس حضرتك متخيله ان دواء خطير، بس في انواع مختلفه من الكورتيزون يا دكتور. هي دي اللي احنا عايزين نقولها، اول حاجه حضرتك عايزين نقولها ان اي دواء في العالم ليه المضار بتاعته وليه الفايده بتاعته. الكورتيزونات دلوقتي حضرتك الحديثه اللي حضرتك احنا بنعالج بيها الصدر دي حضرتك بتبقى حاجات حديثه قوي، بنعالجها عن طريق شفاطات او بخاخات بتخش حضرتك جوه الصدر وبتشتغل بس في الصدر زي حضرتك المرهم، وبالتالي حضرتك ما بينتجش عنها اي اعراض جانبيه. وجميع حضرتك الدراسات اللي اتعملت سواء كانت على الاطفال او على الكبار اللي بيستعملوا هذه النوعيه الحديثه من الكورتيزونات اللي موجوده في البخاخات او الشفاطات فعلا حضرتك ما بيتاثروش اي تاثير. بس برضه ليها اكيد يا دكتور طريقه استعمال مهمه زي جدا، زي ما بقول لحضرتك بقى عشان كده حضرتك جزء مهم قوي من المريض، ان لازم حضرتك من العلاج ان لازم الطبيب يؤدي يقعد وقت كفايه مع المريض عشان يعلمه ازاي اول حاجه حضرتك عشان يشيل من باله الفوبيا بتاعه الكورتيزون، ويشيل من باله كمان حضرتك الفوبيا بتاعه البخاخات، لان حضرتك احيانا كتير قوي مرضى بيجوا يقولوا يا يعني انا حالتي صعبه لدرجه ان انا هستعمل بخاخه او شفاط. لا بالعكس، ده البخاخه دي ده معناها ان انت في حاله نقدر نسيطر عليها بجرعات قليله قوي من الدواء، واحنا عايزين نعرض جسمك لجرعات بسيطه جدا عن طريق زي ما قلت زي المرهم، تشتغل بس حضرتك لوكال في الصدر من غير اي اعراض جانبيه. فمهم قوي حضرتك، هو طبعا في السوق في حوالي 3 4 انواع، وحضرتك زي ما بقول لحضرتك لازم الدكتور يبقى قدامه البخاخات كلها عشان يعلم المريض ازاي حضرتك سواء كانت بخاخات او شفاطات ازاي هو هياخد الجرعه بالطريقه المثاليه اللي تؤدي الى طبعاً استفاده من الدواء، وفي نفس الوقت ان انا ما الجاش للطبيب بدون لازمه او ما الجاش للمستشفيات، لان دي حضرتك شيء مهم قوي ان العبء بتاع الحساسيه ما هوش بس حياتك عبء مادي على المريض، لا هو حياتك عبء كمان على المجتمع. بمعنى ايه؟ المريض اللي بيعي ده حياتك مش هيروح شغله، طب مين حضرتك اللي هيتضر؟ الشغل سواء كان عام او خاص. في نفس الوقت المريض اللي ما يعالجش نفسه كويس هيتعب قوي في الاخر وهيلجا الى ايه؟ الى مستشفى او رعايه مركزه، وبالتالي حياتك ده كان عبء على الدوله او حضرتك على الاسره نفسها وتكاليف زياده قوي على جهه العمل. فعشان كده حياتك التثقيف مهم جدا. مهم جدا. بس بالنسبه للبخاخات يا دكتور، البخاخات دي هل الشخص هيستمر عليها طول حياته ولا ممكن في مرحله معينه يمكن الشفاء من حساسيه الصدر؟ بس يعني انا زي ما قلت لحضرتك هو في حياتك مده، اول حاجه حياتك في طبعا حياتك يعني طبعا حضرتك هو المفروض ان زي ما نقول وانس اسما اولوس اسما، انما حضرتك اللي بيحصل في الحياه العمليه ان بيجي حضرتك احيانا في اوقات معينه في مواسم معينه بالذات عند الناس اللي عندهم حساسيه، لان زي ما حضرتك عارف الحساسيه درجات، اللي عندهم درجات قليله شويه المريض ممكن حضرتك ما يحتاجش ان هو ياخد اي دواء خالص او حضرتك يقلل الجرعات قوي. وزي ما قلت برضو حضرتك احيانا حضرتك ممكن يجي حضرتك سنين على مرضى معينين يبقوا حضرتك مش محتاجين اي نوع من انواع الدواء، بس ده حضرتك مش معناه ان هو خف، ده حضرتك لان ممكن حضرتك بعد 10 او 20 سنه في اي ممكن وقت يحصل حاجات تحفز الحساسيه مره ثانيه اللي هي العوامل البيئيه طبعًا. بمعنى حضرتك ان ممكن التلوث اللي احنا شايفينه ادوار معينه فيروسيه هي دي حضرتك اللي بتشتغل مع العوامل الوراثيه اللي موجوده عشان حضرتك تنشط المرض. احنا حضرتك دلوقتي طبعا اتكلمنا على اهم دواء اللي هو المضاد اللي هو الكورتيزون. في طبعا حضرتك ادويه ثانيه مهمه قوي واشهرها حضرتك هي موسعات الشعب الهوائيه. موسعات الشعب الهوائيه احنا طبعا حضرتك كنا اتكلمنا على الكورتيزون على اساس ان هو حضرتك العلاج اللونج تيرم اللي هو المستدام
انما حيك موسعات الشعب الهوائيه دي حيك مهمه قوي، بتنقسم جزئين. اول حاجه في موسعات الشعب الهوائيه اللي هي بتشتغل لفترات معينه، ودي طبعا حيك مهمه قوي ودي لا غنى عنها، بالذات في الحالات اللي بتتعب قوي وتلجا الى المستشفيات او الرعايات او لما حيك الدور يشتد قوي. وموسعات الشعب اللي هي طويله المدى اللي هي حيك بتغطي ايه 12 ساعة، ودلوقتي حيك في حاجات بتغطي 24 ساعة. فدول بس يا دكتور الموسعات الشعب الهوائية دي بتتاخد بالتزامن مع البخاخات اللي يعني فيها الكورتيزون؟ يعني حيك طبعا زي ما قلت لحيتك على حسب درجة المرض. احنا حيك الأول بنبدأ، يعني احنا بنقول ان العلاج للجزء المزمن بيبقى حيك زي أكني أنا بطلع سلمة سلمة، ببدأ الأول حيتك بالإيه؟ بالكورتيزونات اللي هي مضادات الإيه؟ الالتهاب. وبعد كده حيتك لو العيان is not fully controlled يعني المرض مش متسيطر عليه تماما، بنبتدي حيك ان احنا نزود موسعات الشعب الهوائيه طويله المدى. هي دي حضرتك، ودي حيك موجوده في البخاخات، يعني في حيك بخاخات الدوائين موجودين مع بعض، الكورتيزون وموسعات. بس ليهم اضرار اي اضرار يا دكتور او اي اثار سلبيه؟ لا هو حيك يعني حيك موسعات الشعب الهوائيه لو بتتاخد بالجرعه الصح طويله المدى وبتتاخد مع الكورتيزونات ملهاش حيتك اي اضرار، انما حيك لو بتتاخد لوحدها وجدوا حيك ان هي اول حاجه حيك بتفقد التاثير بتاعها مع المدى الطويل، حيك يعني بعد كده حيك المريض يبقى جاي معاه البخاخه او الشفاط يقول لك انا خدت خلصتها وما عملتش اي نتيجه. وده بسبب ايه يا دكتور؟ النتيجه لايه؟ ان هي بعد فتره طويله بتفقد هو حيك الجسم قدرتها على العلاج. ليه؟ في حاجه اسمها تولرنس. يعني ايه تولرنس؟ يعني حيك الجسم والخلايا تبتدي حيك تتعود على الادويه، على ادويه معينه، ويبتدي الاستجابه ليها يقل. فموسعات الشعب الهوائيه حيتك واحده من الحاجات دي، انما حيك وجدوا ان انا لما بستعمل موسعات الشعب الهوائيه طويله المدى مع الكورتيزونات دي، حيتك الكورتيزونات بتساعد ان ايه؟ ان الخلايا تفضل تستجيب لفتره طويله قوي او تستجيب على طول لموسعات الشعب. بس بس الكورتيزونات يا دكتور اللي بتبقى موجوده في البخاخه برضو. أيوة. ودي اللي هي بالزبط. بنعيد مره تانية ان هي ملهاش اي اضرار او اي اثار سلبيه جانبيه، وان هي حياتك يا فندم احنا بنسميها الكورنر ستون، يعني حجر الاساس في العلاج. يعني حياتك لو اي حد حياتك راح لدكتور والدكتور مشخصه ان عنده حساسيه وما كتبلوش حيك الادويه دي، يبقى هو الحقيقه يعني بيضحك. مفيش يعني نتيجه من العلاج بالظبط، مش هيبقى فيه اي نتيجه من العلاج. دي حضرتك اساسيه جدا في العلاج. وهل في طرق علاج اخرى يا دكتور غير بالنسبه للمراحل المتقدمه من الحساسيه؟ بالظبط، يعني زي ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي حضرتك بنتكلم على علاج الحساسيه طويل المدى. لو حضرتك برضو تبع نفس طريقه العلاج اللي هي ستيب لادر، لو حضرتك ما فيش استجابه من الكورتيزونات اللي بناخدها حضرتك عن طريق الشفاط وموسعات الشعب طويله المدى، بيبقى في حضرتك ادويه معينه مضاده لحضرتك لميدييتورز لحاجات موجوده في الجسم دي، حيتك وجدوا برضو حيك ان دي لها تاثير مباشر في الحساسيه. واشهرها حيك مضادات اليوكوتراينز، مضادات حيك اليوكوتراينز دي حيتك ادويه برضو حيتك بتجيب نتائج كويسه قوي في الاطفال، وبتجيب برضو حيك نتائج كويسه قوي حيتك للناس اللي عندهم حساسيه انف وصدر مع بعض. دي حيتك كمان ميزتها انها بتتاخد عن طريق الايه؟ الفم، عن طريق اقراص قرص واحد حيك بيتاخد قبل النوم، ودي برضو حيتك بقدر ان انا ازودها بعد حياتك مدي الايه؟ الكورتيزون وموسع الشعب الهوائيه الممتد المفعول. لو حياتك ما فيش نتيجه ببتدي بقى حياتك للاسف. بس ملهاش اي اثار جانبيه برضو يا دكتور او اي اثار سلبيه؟ دي بقى حياتك ملهاش اثار سلبيه خالص، بس حياتك برضو بنعيد ما اقدرش ان انا اديها لوحدها من غير حياتك. لازم الثلاثه مع بعض. بالظبط، يعني انا حياتك ما ينفعش حياتك، يعني انا حياتك ببتدي ابني والاساس بتاعي هو الايه؟ بيكمل يعني الطرق الثلاث طرق دول بيكملوا بعض عشان بيكملوا هم الثلاثه يشتغلوا. الاساس بتاعي حضرتك هو الايه؟ الكورتيزون اللي عن طريق الاستنشاق ده حضرتك هو اهم حاجه في العلاج. لو حضرتك بعد كده حياتك بقى ما فيش استجابه، بنضطر بقى حياتك بنلجا لحاجتين، يا اما حيك ان احنا حياتك بندي حضرتك بقى كورتيزون عن طريق الفم، وده طبعا حياتك احنا يعني ما بنفضلوش هو خالص. ده اللي بيبقى القلق عليه اكتر يا دكتور، اللي هو الكورتيزون عن طريق الفم بما معناه الحبوب نفسها اللي هي الكورتيزون. دي بقى حياتك احنا كمان بالذات في بلد زي بلدنا، لان حياتك عارفه ان احنا طبعا عندنا الضغط الدم ارتفاع ضغط الدم والسكر، دول حياتك امراض يعني موجوده بكثره عند معظم الناس، وطبعا حياتك الكورتيزونات اللي عن طريق الفم بيبقى ليها حيك تاثير مباشر للحاجات دي، مع طبعا حيك هي ايه هي اضرارها او مضاعفاتها يا دكتور؟ الكورتيزون. بس الكورتيزون الحبوب بس هل ده يعني بيؤدي لمضاعفات او اضرار نتيجه انه بياخده بطريقه غلط، ولا لو خدها بطريقه صحيحه مع تحت اشراف دكتور مش هتسبب اي مضاعفات؟ لا هو طبعا حياتك يعني حياتك دايما حياتك لو المريض اخذ الكورتيزون بصوره مستمره لفترات طويله والجرعات كبيره، يعني حياتك معظم الحالات بيجي لها الاعراض الجانبيه.
اللي هي ايه اللي هي بقى هيك طبعا إيه؟ يعني هيك طبعا ارتفاع في ضغط الدم، هشاشه في العظام، وبالذات دي حياتك طبعا يا فندم بنلاقيها بالذات في الستات. حياتك عارفه احنا عندنا نسبه ستات كبيره قوي عندهم حساسيه صدر، وبالذات حياتك طبعا بعد كمان سن الياس الموضوع بيتفاقم جامد قوي. الحاجه الثانيه طبعا حياتك السكر، حياتك عارفه طبعا احنا عندنا حياتك يعني نسبه كبيره قوي من المجتمع عندها كمان سكر وما تعرفش، يعني السكر والضغط ناس كتير قوي عندهم سكر وضغط، او اللي احنا ممكن نسميهم بوردر لاين اللي هم على وشك يعني ان يجيله سكر او يجيله ضغط. فدول بالذات حيك لما ياخدوا حضرتك الكورتيزون بيتعبوا جامد. طبعا حيك بيحصل طبعا حيك زياده في الوزن، ودي بيبقى سببها الاساسي طبعا ان الجسم بيحوش ميه وملح. بيحصل حيك تغيرات كمان في العدسه بتاعه العين، كاتركت من الامراض حيك برضو الشهيره قوي حيك اللي بتيجي من الناس اللي بتاخد كورتيزون اللي هي الميه البيضاء. بالظبط. بيحصل برضو حضرتك تغيرات في الجلد احيانا حيك ممكن يحصل تغيرات في الجلد. فطبعا حيك احنا الحقيقه ما بنحبش ان احنا نلجا للموضوع ده، وعشان كده حيك الحقيقه في ادويه جديده قوي بقى، بس دي زي ما قلت لحيك بنلجا ليها. يعني احنا اساسا الكورتيزون بنلجا ليه في نسبه قليله جدا من المرضى، يعني بيبقى اخر الاختيارات بالنسبه بالزبط. للعلاج. بس عايزه يعني اكرر على النقطه دي يا دكتور ان هو اللي الاضرار اللي بيسببها هو الكورتيزون اللي بيتاخد عن طريق القرص، لكن البخاخات ملهوش اي اضرار. وعشان كده حيك احنا هو ده اللي احنا احيانا حيك مرضى كتير يجي يقول لك اكتب لي اي دواء قرص وبلاش البخاخه. طبعا حيك الحقيقه يعني يقول لك انا مش هاخد البخاخه مهما عملت. فهو دلوقتي حياتك كده يعني زنق الدكتور المريض ده عشان يتحسن لازم اديله ايه؟ العلاج طبعا، لازم اديله كورتيزون. فحياتك مش رافض ياخد البخاخه، فهضطر حيك ان انا اديله كورتيزون عن طريق الفم سواء كان حيك قراص او شرب وما اقولوش. وطبعا حيك ده عشان عيان يتحسن ويحس ان هو استفاد في نتيجه من العلاج. فحيك عشان كده احنا اللي بنقوله لا يا جماعه خلي الدكتور يقعد يقنع المريض ان الشفاط او البخاخه دي هي طريقه حديثه وان هي لا غنى عنها حضرتك في الايه في العلاج. ودول بس هي دي فقط يا دكتور انواع الكورتيزونات ولا في انواع اخرى من الكورتيزون؟ بس هي هو حيك يعني زي ما لا طبعا حيك يعني حيك احنا هيك بنقدر نديه لا عن طريق الفم او عن طريق الاستنشاء او طبعا حيك فيه عن طريق الوريد او حياتك تحت الجلد او في العضل. يعني هيك هي دي الطرق اللي انا بدي بيها. الانواع بقى هيك ادويه كانواع علميه في هيك انواع كتيره، انما هيك انا اللي يهم المريض هي الطريقه اللي انا بدي بيها. طبعا هيك طريقه هيك الوريد والحقن وتحت الجلد وفي العضل دي هيك بلجا فيها بس لعينين اللي بيخشوا المستشفى في ازمات ربويه حاده. انما هيك عامه المريض اللي هو هيك الكرونيك اللي هو بيجي لاستشاره الطبيب عادي في العياده، ده هيك يا اما بياخد عن طريق الانهيليشن اللي هي هيك عن طريق الاستنشاق سواء كانت شفاط او بخاخه، او حيك عن طريق الفم سواء كان في شرب او في حياتك قراص او في حيك انواع برضو فوار. وبالنسبه للاطفال اللي عندهم حساسيه الصدر يا دكتور ممكن يمارسوا حياتهم بطريقه طبيعيه او رياضه وخاصه في المدارس ما فيش اي مشكله على ان هو يمارس حياته بطريقه هي طبيعيه؟ هي دي جزئيه مهمه قوي، وزي انا زي ما قلت لحياتك عشان كده العلاج بينقسم الى نصين، ومن النص المهم جدا اللي احنا للاسف في بلدنا بنخفقه اللي هو الاديوكيشن، ان انا حيك بعلم المريض ان انا حياتك هو ده دايما بيبقى فيه اهداف لعلاج الحساسيه دي. ومن اهم الاهداف حياتك اللي اتحطت ان انا حياتك الطفل او الشخص اللي عنده حساسيه ان هو يعيش حياه طبيعيه تماما. وبالتالي حضرتك انا بيبقى دايما هدفي في العلاج كالاتي، ان انا حياتك المريض سواء كان كبير او صغير ان هو ياخد الدواء ويعيش حضرتك حياته طبيعيه. وفعلا حياتك ده اللي احنا بنشوفه، الناس حياتك اللي بتلتزم على الدواء وبتلتزم حياتك على المتابعه مع الدكتور الحقيقه حياتك بتعيش حياه طبيعيه تماما، باستثناء ان طبعا بيجي لهم الادوار اللي قلت لحياتك اللي بتيجي لكل الناس، والادوار دي حياتك احيانا ممكن تحتاج ان هو يزور الطبيب عشان حياتك الطبيب يعدل له حاجه او حاجتين في العلاج. بالنسبه لحساسيه الصدر يا دكتور مع الاستمرار بان هو ياخد العلاج المظبوط وان هو بيباشر مع الدكتور وتحت اشراف الدكتور، هل في امل ان هو يتخلص تماما من حساسيه الصدر؟ والله يا فندم انا زي ما قلت لحضرتك ولا بس مجرد طبعا، لان حضرتك ده اهم سؤال العيانين بيسالوه طبعًا. واحنا الحقيقه بنبقى محرجين جامد قوي. وحضرتك زي ما قلت حضرتك ان في احيان كتير قوي بيبقى في حضرتك تحسن موسمي، والتحسن ده حضرتك العيان بيبقى كويس قوي 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 وما يحتاجش اي حاجه. وزي ما قلت برضو حضرتك احيانا المرضى بيجي لهم سنين يبقوا كويسين قوي قوي. انما حضرتك القاعده من الناحيه العلميه ان حضرتك المريض الحساسيه بيفضل عنده حساسيه على طول، واحنا هيك دلوقتي حتى عشان خاطر نقدر نفهم المريض بنشبهها له بالضغط او السكر، بقول له لو حضرتك عندك ضغط بطلت تاخد العلاج ايه اللي بيحصل؟ يقوم على طول يرد عليا يقول لي الضغط بيعلى. هقول له نفس الموضوع، حضرتك لما بيجي عند حضرتك حساسيه تبقى عارف ان عندك حساسيه بالذات في الموسم
وتبطل حضرتك تاخد الدواء المفروض حضرتك تاخده، قد يكون حضرتك هتقعد يومين او ثلاثه او اسبوع كويس، انما بعد كده هيبتدي ترجع الاعراض عند حضرتك تاني وتضطر بقى حضرتك ترجع للدكتور من تاني عشان يبدا مع حضرتك العلاج اللي من الاول خالص، يقوم بعد كده يوصل حضرتك بالدواء او البخاخه الوحيده اللي حضرتك هتستمر عليها. لو يا دكتور الشخص عنده حساسيه الصدر جات له اعراض قويه جدا، أيوة. ايه هي الطريقه الصحيحه والسريعه اللي ممكن اي حد يساعده؟ هو طبعا حضرتك في حضرتك نسبه من المرضى اللي عندهم حساسيه بيبقى زي ما قلت لحضرتك بتبقى عندهم حضرتك سيفير بريزيستنت اسما او حضرتك ازمه حاده. بالظبط ازمه حاده، ودول طبعا حضرتك بيبقوا معرضين احيانا ان هم يجي لهم نوبات وازمات حاده. طبعا حضرتك هو بعد فتره المريض بيقدر يحكم على نفسه. بمعنى ايه؟ ان حضرتك المريض بيتعب يبتدي حضرتك ان هو ياخد الادويه بتاعته، وفي حضرتك موسعات الشعب الهوائيه زي ما قلت لحضرتك ممتده المفعول، تعب ما جابش نتيجه يبتدي حضرتك ان هو ياخد موسعات الشعب اللي بتبقى ايه بنسميها احنا تشتغل على طول في ساعتها زي كده المسكن، يبتدي حضرتك ياخد بخيتين ثلاثه، المريض حضرتك يبتدي يحس ان مفيش تحسن مع ان هو ماشي على العلاج، نفس العلاج بالظبط. او حضرتك احيانا لو هو بياخدش علاج خالص في الحاله دي يعمل نفسه ايه؟ فجاه جاله حضرتك، طبعا حضرتك ده حضرتك قدامه لازم حضرتك يلجا لمستشفى في اسرع وقت بالظبط. هناك بقى حضرتك في المستشفى بيقدروا حضرتك ان هم يدوا طبعا ادويه على طول عن طريق الوريد بحيث انها تشتغل بسرعه، ويحطوه حضرتك على جهاز الاستنشاق اللي هو حضرتك نيبيلايزر، ده مشهور قوي عند كل المرضى، ويفضل حضرتك الجهاز ده شغال لمده ساعه متواصل او حضرتك نديه حضرتك لفتره طويله لغايه حضرتك ما الازمه دي تفك. بعد حضرتك ما الازمه دي تفك يبتدي بقى حضرتك هو يرجع للطبيب بتاعه اللي متابع معاه عشان حضرتك يديله ادويه للايه؟ للازمه اللي جات له. وفي معظم الاحيان حضرتك الازمات الحاده دي بيبقى سببها ادوار التهابات في الصدر سواء كانت فيروسيه او بكتيريال او بكتيريا، ودي حضرتك بتبقى غالبا في الاوقات اللي احنا فيها اليومين اللي احنا فيهم دول يا فندم. بالنسبه للرياضه يا دكتور، هل في انواع معينه من الرياضه لو حد مصاب بحساسيه الصدر ان هو يبتعد عنها ولا ده حضرتك العكس تماما؟ ده احنا حضرتك زي ما قلت لحضرتك ان احنا بيبقى هدفنا في العلاج ان احنا نوصل المريض ان هو يعيش حياه طبيعيه تماما، تمام. ووجدوا حضرتك على العكس ان حضرتك المرضى اللي عندهم حساسيه وملتزمين بالعلاج اللي المفروض ياخدوه وبيتابعوا تمرينات رياضيه، وجدوا حضرتك ان اتحسنوا بالظبط، ان حضرتك حالتهم اتحسنت جدا وحضرتك واستجابتهم حضرتك للادويه والنوبات اللي بتجي لهم قلت جدا جدا جدا. فاحنا بالعكس حضرتك احنا بننصح المريض ان احنا بعد ما ياخد الدواء الصح المريض هيبتدي يحس ان هو طبيعي تماما، وان هو حضرتك يلجا للرياضه. وطبعا اشهر رياضه احنا بنحاول ان احنا نشجع عليها اللي هي حضرتك التمشيه، لان برضه حضرتك هو برضه حضرتك في علاقه ما بين البدانه وما بين حضرتك الحساسيه. وجدوا حضرتك ايه هي العلاقه ان حضرتك ان طبعا حضرتك في عيانين كتير وبالذات حضرتك الاطفال اللي هم حضرتك طبعا زي ما قلت استعداد الوراثي ده بيبقى موجود عند ناس كتيره قوي، بس بيبقى محتاج عوامل بيئيه عشان خاطر ايه المرض يظهر عند المريض. فوجدوا حضرتك ان من العوامل البيئيه اللي موجوده هي حضرتك انواع اكل معين، وحضرتك الاكل بالذات حضرتك اللي بيبقى فيه انواع زيوت معينه والاكل اللي احنا بنسميه الاكل السريع ده حضرتك اللي بيبقى فيه حاجات متهدرجه بطريقه معينه، الاكل ده حضرتك بيؤدي الى البدانه. ووجدوا حضرتك ان هو كمان بيؤدي مباشره حضرتك ان هو يخلي الناس اللي عندهم استعداد ان يجي لهم حساسيه انها تجي لهم بدري وتجي لهم حضرتك في صوره اشد من الناس العاديه. فحضرتك برضو حضرتك في يعني البدانه وجدوا ان هي ليها علاقه زي التدخين برضو حضرتك بالحساسيه. فعشان كده احنا الرياضه بيبقى هدفنا ان اولا المريض يفضل في شكل كويس، وفي نفس الوقت ان هي حضرتك بتساعد الحاله العامه بتاعته ان هو يفضل حياتك ما مش تعبان من الحساسيه اللي عنده. بالنسبه للدكتور برضه في فصل الشتاء بتزيد الاصابه بادوار البرد المختلفه والانفلونزا. ايوه الانفلونزا ممكن تبقى اصابه بكتيريه او فيروسيه. تمام. وازاي نقدر نفرق ما بينهم؟ والله حضرتك هو زي ما بقول لحضرتك هو طبعا حضرتك احنا بتبقى السيزون بيبقى حضرتك معظم الادوار دي حضرتك بتبقى موجوده عند الناس حضرتك اللي هم اول حاجه المناعه عندهم مش تمام، يعني حضرتك عندهم نقص في المناعه او بيتعرضوا حضرتك بيختلطوا مع الناس الكتيره، تمام اوكي، مع الزحمه ودخول البرد. حضرتك سالتي ان احنا ازاي نفرق ما بينهم، هو حضرتك الحقيقه التفرقه حضرتك بتبقى محتاجه لجوء لطبيب. لان حضرتك الادوار الفيروسيه حضرتك بتيجي حضرتك غالبا مصاحبه درجه حراره عاليه جدا، المريض حضرتك ودرجه الحراره بترتفع بسرعه بالظبط، بترتفع بسرعه جدا في وقت قصير، بتيجي حضرتك معاها كحه ناشفه في معظم الاحيان، تمام، بيجي حضرتك معاها تعب جامد قوي في الجهاز التنفسي العلوي، والمريض حضرتك بيقول ان هو حضرتك اختلط ب ب ب ب ب
بزحمه او بناس كتيره، او حيك اتعرض لاي نوع من انواع احنا بنسميه في الطب ستريس. بمعنى حيك ستريس ايه؟ لو انا حيتك اشتغلت يوم طويل قوي، تعبت جامد قوي، حيك اتعرضت لبرد جامد، تمام، حيك اجهدت في حياتك، ده كل ده حياتك بيقلل المناعه، وبالتالي حياتك المريض بيبقى عرضه اكتر حياتك ان هو يجي له الادوار الفيروسيه او البكتيريه. دكتور محمد بشكرك لوجودك معانا وشرفتنا. ربنا يخلي حياتك. شكرا مشاهدينا، اتمنى الحلقه استفدتوا منها. استنونا كل يوم من الساعه 2 ل 3 موضوع جديد وحلقه جديده ولايف كلينيك.